السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع كويس جدا اسمه بمتريك. الموقع بكل اختصار بينظم الشغل بين الناس اللي شغالين في نفس المشروع بيم، تمام؟ هتيجي هنا تقول له ترايت فور فري وتبدأ تكتب الاسم والباسورد، هيعمل لك ساين اب. فمطلوب منك بس انك تكتب الاسم والباسورد واسم الشركه، وبعد كده تبقى تضيف انت بقى الناس اللي شغالين معاك في المشروع. انا هقول له لوج ان دلوقتي، واكتب له الاسم والباسورد واقول له لوج ان، تمام؟ بيقول لي عايز انا مشروع، ممكن يكون في كذا مشروع، ممكن تضيف مشروع جديد. فانا اقول له دخلنا على المشروع دوت، تمام؟ اهو المشروع اهوت، هقول له اوبن، يروح فاتح لي المشروع. دي بقى الايشو او التقارير اللي حصلت، في حاجات اتحلت، في حاجات ما اتحلتش، في حاجات لسه اتقفلت، تمام؟ تعال نفتح مثلا حاجة زي ديت. ده بيقول لي المشكلة ديت في المعماري، المسؤول عنها مين، مين اللي عاملها، المفروض تتبعت لمين. ممكن تحدد انت كومنت معين تكتبه، ممكن ترفع صورة اتشمنت، تعمل اتشمنت لأي ملف عايز تبعته بحيث الناس تعرف ايه المشكلة. طيب انا عايز اشوف الموديل 3 دي في الأول خالص اهوت. طيب انا مش شايف حاجة خالص لأن انا مش مفعل حاجة، فأقول له فعل لي المعماري، فيبدأ يوريني المنشأ معماري بس. طيب انا هقول له بقى فعل لي الملف دوت التكييف، فيبدأ يظهر التكييف. طب نخفي المعماري عشان نشوف التكييف اهو. طيب يظهر الانشائي، يظهر الانشائي، نظهر المعماري، المعماري غطى طبعا على كل الشغل، تمام؟ اقدر اعمل هنا بان، اقدر اسحب كده زي ما انا عايز، اقدر اعمل زوم زي ما انا عايز، اقدر اعمل سيلكت لاي عنصر، واول ما بعمل عليه سيلكت بيبدأ يجيب لي معلومات عن العنصر اللي انا حددته، تمام؟ هتلاقي المعلومات نفسها بتختلف هنا، وهنا بيحدد لي انت عامل سيلكت لان عنصر، واقدر اضيف اي اف سي احبه تاني. هنا دي الايشوز اللي هي التقارير بتاعت المشاكل، ممكن تضيف مثلا مشكله، يبدا ياخد سناب شوت وتبدا تكتب انت يعني مثلا الزرع اللي مش مسقي مثلا على سبيل المثال يعني. تمام، مره كنا عملنا موديل بنوريه لحد وبعد كده قالك لا ما غلط. ليه؟ قال لك الناس اللي انت لابسينهم دول احنا في الشتاء وهم مش لابسين جواكت، لابسين نص كم، فغير واقعي. وفي واحد قبل كده قال لي الاسانسيرات مالها ثابته، يعني انت مش حاسس ان هو موديل بيم، الاسانسيرات ثابته في مكانها. قلت له حاضر، ندوس على زرار ونخليها تطلع وتنزل. فهو التقرير بيبدأ بقى يقول لي بقى شوف انت عايز تضيف الصوره، تعدل على الصوره، تضيف اي فيو بوينت تانيه، المشكلة دي اتحلت ولا لسه متحلتش، نوعها ايه، كومنت مثلا، البيوريتي بتاعتها كريتيكال ولا هاي ولا ميديم، الزونة في موجودة في انهي زونة، الفيس في الكونستراكشن ولا لسه في الديزاين، اساين مين. لو في كذا ايميل تبعت بقى تختار الرسالة دي تروح لمين، بأنهي تاريخ، وبعد كده تعمل سيف، تبقى مسافة عندك في المشروع. هنا المتريكس بيبدأ يجيب لي معلومات عن المشروع، كام يوم و تم قد ايه، يعني بيعمل لي تقرير عن كل حاجة حصلت في المشروع، تمام؟ ممكن تعمل خلي التقرير سنوي او شهري زي ما انت عايز. دي الروبوت تقارير، تقدر ترفع التقرير لأي حد، تبعته لأي حد عن ملخص للمشروع كله. اقول له ورينا المشروع من الاول خالص، تمام؟ طيب خلينا نقول له ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف اعداد الاشخاص اللي موجودين معايا في المشروع دول. تقدر تضيف ناس تانية، يعني ده واحد بس، لا انا اقدر اضيف واحد تاني وتالت ورابع، كل ده بالحساب المجاني، بس بيوصل لحد معين يقول لك لا لازم يبقى تشتري حساب بفلوس، تمام؟ تبدأ بقى لو في عندك اشخاص تضيفهم، تقدر تضيف تقول مثلا ده هيبقى ادمن، دي صلاحيه كل حاجه، زي ممكن يقلشني، او ده اديتور محرر يقدر يعدل، او ده بس مجرد قارئ بس مش ملوش حق ان هو يعدل. تعال ندخل في البروجكت سيتنج، تمام؟ في كام ايشيو، في كام يوزر،
تمام. ممكن تقول له طب انا عايز اضيف للتيم دوت حد معين، ده التيم موجود اركتكشر وفي ميكانيكال وفي استراكشر، تمام. تضيف تيم كمان، الزونات في عندنا كام زونة تقدر تضيف، الفيسز في كام فيس، الستاتس، التايبس الموجودة ممكن تضيف حاجة جديدة أو تمسح، البريورتي تقدر تغير الألوان بتاعتها أو تغير الأسماء بتاعتها زي ما أنت عايز. ده البروفايل بتاعي، لو أنت عايز تضيف أي حاجة، عايز تدي أي معلومات، تنبيهات لو حد عدل أي حاجة يبعت لي ايميل. طبعا انا الوحيد اللي موجود في المشروع دوت، مجرد بس حاجه وهميه كده بشرح عليه البرنامج، فما حدش هيبعت لي ايميل، تمام. بعد كده ممكن انزل ادنس. ادنس دي اللي بقى وانت شغال مثلا على الريفت او نفس وركس، تبدا تعمل ابلود للبيم تراك وتقدر تعمل داونلود بحيث يبقى في ابديت بين الموديل وبين الشغل هنا. لو انت شغال على تكل ستراكشر برضه تقدر تحمل الادنس ديت.